تحقق هدفك لازم حلمك دايما عالي، لازم حلمك دايما غالي. وقف تبكي، وقف تحزن، حدد هدفك. اوعى يكون حلمك تكون التاني ولا التالت، حلمك دايما هو الاول، حلمك دايما هو الافضل، حلمك دايما هو الاحسن. لازم دايما تكون الاول، اول في علمك، اول في دراستك، اول في شغلك. ارسم هدفك، ابني واحلم. مشكلتك بتقول ان انا مش ذكي زي اللي حواليا. دايما اللي بيوصل للمركز الاول بيكون هو الذكي، نسبة ذكائي اقل. خد بالك الكلام ده غلط. العالم تيرمن من اكتر من 50 سنة جمع صفة الناس، جمع الناس اللي معدل ذكائها عدى 200، قال ان هم دول العبقرة، قال ان هم دول اللي هيقودوا العالم، قال ان هم دول اللي هيغيروا كل اللي حواليه. بالعكس، كان عايز يحدد منهم جيل القادم، الجيل اللي هيغير، الجيل اللي هيحدد. رسم الاي كيو وجمع عينة من الاف الطلاب، وحدد ان الجينيوس بالنسبة له العبقري اللي هيختاره هو اللي معدل ذكائه 134 طالب، لحد ما وصل لأكتر من معدل ذكاء 200. لكن المفاجأة ان لما كملوا شغل على العينة بتاعته بعد وفاته، ولا طالب من عينة تيرمان كان من الناس اللي أخذوا جايزة نوبل، ولا طالب من عينة تيرمان كان هو اللي غير العالم زي ما حلم بالكلام ده. وكانت المفاجأة ان في 2 طلبة اترفضوا في عينة تيرمان، كان منهم لويس ألفرز. لويس ألفرز هو الطالب اللي اخذ هو جايزة نوبل، اخذ جايزة نوبل في الفيزياء، كان من الناس اللي حققوا نجاح باهر، على الرغم ان في عينة تيرمان كان معدل ذكاء لويس ألفرز يعتبر اقل من 135، وده كان بالنسبة له مرفوض في العينة بتاعته. كمان ماري كوري أشهر العلماء اللي حصلت على جائزة نوبل، وعلى الرغم من كده كان معدل ذكائها تقريبا الاي كيو 160. هل الاي كيو هو اللي بيحدد حياتك؟ طبعا لا. اوعى تعلق شماعتك على نسبة ذكاء، اوعى شماعة فشل تكون نسبة ذكاء. ربنا ما خلقش حد ناقص، ربنا خلق لنا عندنا قوة تقدر تغير العالم. ربنا اختار الإنسان هو اللي هيغير كل العالم. دراسات حديثة استمرت 50 سنة أثبتت إن الطالب اللي بيكون معدل شغله عالي خصوصا في مرحلة الثانوية العامة هو الطالب اللي بيقدر يحقق نجاح باهر 50 سنة قدام. معنى كده ان طريقة حياتك، اسلوبك، عشتك، تعليمك، هدفك هو اللي هيغير حياتك. عمر ما كان الذكاء، عمر ما كان الاي كيو هو اللي هيغير حياتك. فكر صح، يلا وابدأ وغير، اتعب، اشتغل، اسهر علشان تنجح. عمر النجاح ما كان للساهر، عمر النجاح ما كان للنايم، النجاح للي بيشتغل ويتعب. حقق هدفك قدامك، ابتدي تحرك، اعرف امتى، ثق في نفسك، شد حيلك، اتأكد انك تنجح، اتأكد انك تقدر توصل للسماء والأرض. لو انت طالب احلم تكون عالم، لو انت رياضي احلم تكون في كاس العالم. ما تحلمش ابدا بالبداية، حلمك كل ما يكبر كل ما توصل اكتر. ذاكر، اتعب، اشتغل، شغل عقلك، فكر وسط، اتعب اكتر. اختار اللي يساعدك، اختار اللي يصاحبك، اختار اللي يشدك وقت ضعفك. ابعد عن اللي يسحبك تحت الارض ويمثل انه بيحبك. اختار صاحبك، بلاش الناس الكتير،
معظمهم ما بيكونوش أصحاب بجد. اختار صاحبك اللي بجد، اللي وقت غلط يقولك ارجع للطريق الصح. اختار اللي دايما يفكرك بهدفك. ابعد عن اللي يسحبك تحت. بطل تتكلم، اقفل بقك. كتر الكلام هيضيع هدفك. فكر صح، ابتدي تخطط، ابتدي ترسم، ابتدي تنفذ. مفيش حلم يتحقق وانت واقف مكانك. اتحرك، ما تندمش على نتائجك، ما تندمش انك ما نجحتش، انك فعليا ما اشتغلتش. وقت ما تشتغل وتتعب ربك عمره ما هيضيع على حد. خليك واثق في عدل ربك، خليك واثق في قدرة نفسك، خليك واثق انك تقدر تنجح. ابتدي وتحرك، ابدأ ارسم طريقك. نجاح موجود كتير، بس للي بيتعب. اتوكل على الله، النجاح قرارك، لا يمكن تتخلى عنه. ابدأ صح، اتوكل على الله.